اهلا بكم متابعي جريدة اهل مصر من كل مكان. احنا معاكم النهارده بالتحديد من مركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، مع شاب من محافظة من مركز الشهداء من قرية نادر. هو فقد بصره منذ ولادته، ولكنه أحسن قراءة القرآن الكريم واستخدمه خلال حياته، وهو طالب بكلية أصول دين شبين الكوم بمحافظة المنوفية. هو دلوقتي هيعرفنا على نفسه وهيسمعنا من القرآن الكريم وابتهالاته، وهيقول لنا كل حاجة هو نفسه فيها. اتفضل يا أحمد. بداية أحمد سمير أبو إسماعيل معلش ممكن نعلي صوتنا؟ أحمد سمير أبو إسماعيل، السن 19 سنة، طالب بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية. ختمت القرآن الكريم وسني 12 سنة. حرص الوالد بارك الله فيه أن يجعلنا جميعا ربنا جميعا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكانت الأسرة كلها، يعني إن شاء الله احنا 3 كلنا نحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. بدأت حفظ القرآن وسني 3 سنين. كنت طبعا الختمة الأولى طبعا خدت معانا وقت كبير جدا، لأننا طبعا كنا أول مرة يعني ندرس القرآن. كان دايما الشيخ بتاعنا طبعا يقول قليل دائم خير من كثير لا يدوم. فكنا يعني ايه حفظناها ببطء، فتأخرنا طبعا زي ما قلت لحضرتك قصة عمر. أتممنا حفظ القرآن الكريم وسني 12 عاما، وبدأت أمارس قراءة القرآن الكريم في الحفلات والمناسبات الدينية من 4 سنوات تقريبا. وأدرس الآن في معهد الطاروت لإعداد القراء والمبتهلين، والحمد لله أجيد قراءة القرآن الكريم تجويد وترتيل والإنشاد الدين. نفسك في ايه؟ نفسي طبعا يعني الهدف الأسمى اللي أنا أسعى إن شاء الله لتحقيقه أن ألتحق بالإذاعة المصرية. يعني بتسعى حاليا ليه؟ أكيد طبعا بنشارك في معهد الإذاعة والتلفزيون للدورات التدريبية الذي يعقدها معهد الإذاعة والتلفزيون للالتحاق قبل الخوض في اختبارات إذاعة القرآن الكريم. خدت مسابقات قبل كده؟ فزت بجوائز على مستوى المنوفية أو الجمهورية؟ الجوائز المسابقات اللي احنا خدنا مسابقة كانت على مستوى محافظة المنوفية في 2020، خدنا فيها الحمد لله المركز الأول. ومسابقة كانت تبع الأزهر، كنا وقتها في 3 ثانوي، الحمد لله حصلت على المركز الثاني برضو على الجمهورية. والحمد لله برضو بالقرآن كنا موفقين طوال العوام الدراسية، الحمد لله حصلت على المركز الأول برضو في الصف السادس الابتدائي على مستوى المحافظة، والمركز الثاني على المعهد في الشهادة الإعدادية، وأخيرا بقى الثانوية كنت الثالث على المحافظة. الله يبارك فيك يا رب. طبعا عرفنا ان حضرتك بتقرأ في المياتم وبتقرأ في الاحتفالات، هل الكلام ده صحيح؟ تمام، أكيد طبعا من 4 سنين كده الحمد لله، وإحنا يعني بنتجول حول المحافظات والقرى المجاورة هنا الحمد لله، يعني في قراءة القرآن الكريم والإنشاد الديني في المناسبات الدينية. بارك الله فيك. عاوزين بقى نسمع دلوقتي حاجة من القرآن الكريم، آية من القرآن الكريم. تمام. تمام، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا سابق بالخيرات
ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، بارك الله فيك يا رب. عاوزين نسمع أنشودة صغيرة كده، ابتهال صغير. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيما. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم
ليكون نورا في الظلام فكان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور زرعت حروف النور بين شفاهم فتحولت مسكا يفيض بيانا زرعت حروف النور بين شفاهم فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. تسلم حاجة جدا، جميلة أوي يا أحمد، ربنا والله يبارك فيك، استنى ربنا تسلم يبارك جدا فيك والله. الله يعني يخليك. تعرف تجيب لي آية كده بقى تقول لي فيها؟ أنت خلصت تقول لي بقى رسالة للشباب بقى، بس آية كده تكون إيه معبية، حاجة صغنونة كده، رسالة للشباب، آية صغنونة بقى عشان ما نفرقكش ونختتم بيها إن شاء الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الرسالة تحفز على العمل وعدم اليأس والأمل بشرط تحقيق الأمل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وبالمواظبة على الصلاة. شكرا جدا ليك يا احمد، اتشرفت جريدة اهل مصر ان هي عملت لقاء النهارده معاك. كنا معاكم، شرفتنا حضرتك يا استاذة مروة، وبنشكر شرف الشكر شرف طبعا كبير استاذة ايمن، لينا، قلت طبعا معرفتنا على الناس المحترمة دي شرف ونورتونا لينا والله، وشرفتوا الدنيا كلها والله. شرف لينا جدا تواجد حضرتك. ايه كنا معاكم من منزل الطالب احمد، شكرا لحسن استماعكم.